تجارب حيه، ويمكن احنا نستمع الان الى تجربه من الانسه والاستاذه هبه. هي لديها قصه عن تعرضها لتنمر، لتحرش الكتروني، لعنف الكتروني، مش عارف احدد بالظبط، لكن هي معايا دلوقتي على التليفون. استاذه هبه مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. ايه قصه حضرتك؟ الحقيقة يا فندم أنا بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك تحديدا، فلقيت حد كان شاتم صديقة عندي. نعم. فبيقولها يا مطلقة، فأنا دخلت رديت عليه إيه هي مطلقة، بقت مسبة. فهو دخل لأي حد بيدافع عن صديقتي دي، راح داخل له خاص. فجي علشان أنا بنت، أنا كنت نشرة صوري مع زوجي وبنتي وأمي في حديقة الحيوان عادي جدا. راح اخذ الصور بتاعتي وراح دخل على اكاونت زوجي وامي وابويا واخويا، وراح عامل لي فبركه صور وبعتها لي وبعتها لكل الناس دي كلها. فبرك صور يعني. تمام. خد وشي وركبه على حاجات تانية. والحقيقه هو كان متخيل ان البلد ما فيهاش قانون. لا، في قانون. رحت عملت بلاغ في مباحث الانترنت، وريتهم كل حاجه، خدت الكلام ده على فلاشه وعملت بلاغ، ادوني رقم، تابعت المحضر ودخل قضيه واتحكم عليه. واتحكم عليه؟ طبعا. طب خلال قد ايه الموضوع ده اخد قد ايه وقت؟ ست شهور او 8 شهور. ست. هو هم علشان طول المده بتخليهم يفتكروا ان هم فلتوا من العقاب. يعني لو مده اقصر شويه هيخاف، بس فعلا البلاغات بيتعمل بيها. يعني طبعا ممكن تعمل له قضيه سب وقصف، ممكن تعمل قضيه تشهير. انا عملت الاثنين، سب وقصف وتشهير، واتحكم عليه في الاثنين. والله انا بحييك، ويا ريت كل سيده وفتاه يعني تعمل الخطوات اللي حضرتك اتخذتيها. لكن يعني قولي لي برضو، اكيد يعني جوز حضرتك واهل حضرتك سندوكي لما وصلتهم هذه الصور، مش كده؟ ده حقيقي. لان انا شخصيه يعني وسط العيله ليا وضعي يعني الحمد لله، وبلعب رياضه يعني عارفين يعني انا مين. فزوجي سمح لي ان انا ارد ادخل على ارد انا بنفسي ادخل اخد حق اشتمه، مش هو اللي يشتمه لي كمان. يعني خدي حقك كمان. تمام. ده من على اكاونته هو. وطبعا والدي شتمه والله يرحمه، ووالدتي واخويا. لا طبعا كله وقف ضد الكلام ده. لكن يعني قرار انك تروحي تبلغي مباحث الانترنت اخذتيه فورا لما وصلت هذه الصور المفبركه لاهلك، مش كده يا استاذه هبه؟ لا، ما اخذتوش فورا. لاني قعدت افكر هو في ايه، هو بيعمل كده ليه. فانا لقيته مستقوي القلب قوي، مصمم على اللي بيعمله. لا، فحبيت اوريك ان مش كمان تنتهي ان انت حد من عيلتي يشتمك والموضوع انتهى. لا، في البلد فيها قانون، واللي انت عملته ده جريمه. وكنت لسه بقرا وقتها عن ان ازاي البنات ممكن تبلغ في مباحث الانترنت، والطريقه دي اتنشرت على الفيسبوك، خاصه للناس البنات اللي بيتفبرك لهم صور. ايوه. والموضوع بيبقى يعني لما عرفت في مباحث الانترنت كمان ان الموضوع لو فيه ابتزاز مادي بيبقى يعني الحكم أسوأ. لا، أو لو في أكبر. لو في ايه يا استاذه هبه؟ ابتزاز مادي. ابتزاز مادي. ابتزاز مادي. يعني لو فبرك صور وقال واحده هاتي فلوس او تعالي قابليني، ده بيبقى الحكم اكبر بكتير. بقى بياخد شكل جنائي، ما مش بتبقى جنحه. طب هذا الشخص اخذ حكم قد ايه، او ايه نوع الحكم يعني؟ خد حكم بحبس شهر وغرامه 20,000. كويس. هو المعنى طبعا في البعد المعنوي في هذا الحكم. يعني هو شهر حبس، يعني كويس، يعني شهر حبس ده كويس، و 20,000 جنيه غرامة برضو ممكن توجع يعني ناس كتير. فبالتالي يعني قصة حضرتك هي ربما يجب أن تصل إلى كل فتاة وكل سيدة تتعرض للتحرش أو العنف الالكتروني. وانا بحييكي فعلا من قلبي والله يا استاذه هبه، لانه فعلا هذه القصص احنا المفروض نسلط عليها الضوء، لانها قد تفتح الباب، او خلينا نقول قد تساعد
من يتعرضنا للعنف الإلكتروني. طيب صحبات حضرتك أو المحيط بعد ما صدر الحكم ده كان رد فعلهم إزاي؟ إن شرط حيثيات الحكم وهم كانوا عارفين ببوست، طبعا فرحوا جدا. وبقول لكل بنت إحنا لما بنعمل يعني لما إحنا بنرد بالأسلوب القانوني ده فإحنا كده بنعمل ردع، يعني رادع ليهم، علشان هم النوعيات دي بتبقى فاكرة ان انت مش هتتكلمي او اهلك صحيح. مش هيسندوكي او انت حتى لو اهلك يعني انا ممكن اخد قرار ان انا اروح ابلغ وببلاش. يعني الناس فاكرة ان القضايا دي المحضر ببلاش، يا جماعة مش بفلوس، ويعني بتضمن لنا حق التقاضي وما فيهاش فلوس، يعني مجانا بروح اعمل المحضر وباخد بس الفلاشه اللي عليها الحاجه والسكرينات، وهم بياخدوا السكرينات من عندهم وخلاص واثبتوا الاجرام وخلاص. واعرف ناس تانية خدت الخطوه بس خدت ما شاء الله احكام اعلى، يعني في ناس خدت، في واحده ليا خدت غرامه مش صديقه بس معرفه ب 200,000 جنيه. يعني الشخص اللي ابتزها اتغرم ب 200,000 جنيه شهر بيها. نعم ما ابتزهاش، شتمها في بوست، حط صورتها في بوست وراح شتمها، عمل شير للبروفايل بيكتشر بتاعتها وراح شتمها شهر بيها وقال عنها حاجه مش كويسه. راحت رفعت عليه برضه قضيه وخد غرامه 200,000 جنيه، عملت برضه محضر في مباحث الانترنت. برافو عليها، برافو عليها وبرافو على حضرتك. يعني انا بحييكي وبشكرك شكرا جزيلا استاذه هبه، ويعني بصراحه انا بحيي استاذه هبه جدا وبقول لها انت من الناس المحظوظه.